مشاهدينا أهلا بكم في هذا الحوار الخاص مع سعادة سفير الولايات المتحدة لدى دولة البحرين آدم أورلي. سعادة السفير أهلا بك في هذا الحوار. أهلا ميشيل. في هذا اللقاء على هامش الحوار الذي تشهده المنامة والمعروف بحوار المنامة، ما هي أهمية هذا الحوار بالنسبة لكم كأمريكيين معنيين بالأمن في هذه المنطقة؟ Well, obviously this region is a من الواضح أن الولايات المتحدة ترى أهمية استراتيجية حيوية في هذه المنطقة، وهذا أهم أسباب اهتمامنا بحوار المنامة، أن موضوعه هو الخليج وشبه الجزيرة العربية وجنوب شرق آسيا أيضا. الحضور الأمريكي كان مهما كل عام، ففي العام الحالي تحضر الحوار وزيرة الخارجية، وقد حضره في العام الماضي وزير الدفاع، أي أننا مساهمون مهمون في هذا الحوار. We are a major contributor to this debate. القلق الأمني يعني تاريخي في هذه المنطقة، ولكن في الأعوام الأخيرة تحول الموضوع الإيراني والملف النووي الإيراني إلى القلق الأساسي بالنسبة لدول هذه المنطقة. إلى أي مدى يعني هذا الأمر بحسب معرفتك الدبلوماسية يقلق دول الخليج ويعني السعودية، البحرين، قطر وغيرها من الدول الخليجية، وإلى أي مدى هذه الدول تطالب فعلا بحل هذه القضية حتى لو بالعمل العسكري؟ I think the Iranian nuclear program. أعتقد أن البرنامج النووي الإيراني يثير قلق كثير من الدول من الخليج وغيره. أكيد أن دول الخليج لها نظرة فريدة للمشكلة لأنها أقرب إلى الخطر، ولكن المشكلة ليست خليجية بحتة. أما فيما يتعلق بالجزء الثاني من سؤالك عن آراء الناس بشأن كيفية معالجة تلك المشكلة، فأعتقد أن هناك فهما مشتركا أو اتفاقا مشتركا بشأن أفضل منهج للتعامل مع هذه المشكلة، وهو إقناع إيران بأن مصلحتها تكمن في تحري الشفافية مع المجتمع الدولي عبر تطوير برنامج نووي سلمي تماما ويمكن إثبات أنه سلمي بدل محاولة خداع المجتمع الدولي. Developing a nuclear program that is purely peaceful and can be credibly demonstrated to be peaceful. برز في الأشهر الماضية والسنتين الماضيتين كلام في الولايات المتحدة وفي المنطقة يقول إن الدول العربية أصبحت أقرب من إسرائيل بفعل الملف النووي الإيراني، وهذا ما سيسهل عملية السلام في الشرق الأوسط التي يعني لم تتسهل حتى هذه الساعة. ولكن إلى أي مدى برأيك الملف النووي الإيراني يجمع بين العرب القلقين من إيران وإسرائيل؟ Iran's nuclear program has a lot of countries worried. برنامج إيران النووي يثير القلق كثير من الدول. من الواضح أن إسرائيل قلقة وكذلك دول المنطقة، ومن الواضح أن أمريكا قلقة أيضا. وأعتقد أن ما نحاول كلنا فعله هو تجنب الصراع والتوصل إلى طريقة لحل هذه المشكلة سلميا وحلها بالدبلوماسية وبالعمل المتفق عليه، ولكن زبدة هذه العملية، العمليات الدبلوماسية، تكمن في مجموعة 5+1، والآلية التي وضعت مع الاتحاد الأوروبي ومع الأمم المتحدة وروسيا والصين بضم الجميع إلى خطة عمل دولية متفق عليها. Concerted international action. ولكن فيما يجمع العرب مع إسرائيل برأيك، يعني هذا القلق الذي يجمع الطرفين، هل يعني سيجمعهما من أجل التوصل إلى اتفاق سلام؟ أعتقد أنك كمن يقارن التفاح بالبرتقال. ولكن هذا الكلام الذي ورد يعني خلال الأشهر والسنتين الماضيتين. أود أن يكون هناك توافقاً أكبر وتعاوناً أكثر بين كل دول المنطقة، فكل دول المنطقة ستستفيد من ذلك، سواء فيما يتعلق بالتحديات الأمنية المتمثلة في إيران أو فيما يتعلق بالتحديات السياسية مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فإن كنت تسألني عما إن كنت أود رؤية المزيد من التعاون بين الدول العربية وإسرائيل لحل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية، فالإجابة هي نعم بطبيعة الحال، هذا أمر نريده بالتأكيد، سيكون ذلك أمرا رائعا، إنه أمر نحاول تحقيقه منذ زمن طويل،
ولكن إذا كنت تسألني عما إن كنت أعتقد أن القلق المشترك بشأن برنامج إيران النووي قد يؤدي إلى التعاون بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية، فلا أعلم، يعود ذلك إليهم، ولكنني أعتقد أن انعدام الثقة نما بشكل كبير عبر السنين بين العرب والإسرائيليين، وسيكون من الرائع أن نتمكن من التخلص من انعدام الثقة ذاك والعمل معا بطرق تفيد جميع الأطراف، وأعتقد أن هذا يعبر عن مدى أهمية التوصل إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي. سنتابع هذا النقاش بعد هذا الفاصل. ويكيليكس والدبلوماسية، تابعونا. نتابع هذا الحوار الخاص مع السفير الأمريكي لدى دولة البحرين آدم إيرلي. سيد إيرلي، يعني الموضوع الأخير هو تسريبات ويكيليكس والدبلوماسية الأمريكية. كدبلوماسي أمريكي، ماذا شعرت حينما تم الكشف عن هذه البرقية؟ هل تراودك أحلام؟ تراود كل منا أحلام نرى فيها أنفسنا في مكان عام، حيث ندرك فجأة أننا لن نرتدي أي ملابس، أننا عراة. هذا هو الشعور الذي ينتابنا، كأن شخصاً ما اختطف كل ملابسنا، وأجسامنا الآن مكشوفة تماماً للجميع، أي أن الوضع محرج بعض الشيء. بصراحة يمكنني أن أخبرك عن الاستجابة في البحرين، فهذا مكان عملي ومكان الأشخاص الذين أتعامل معهم. فقد اتصلت بأحد المسؤولين الكبار وسألني عن عدد البرقيات التي يتوقع أن تنشر، وعندما قلت له العدد وكان كبيراً، قال: هذا هو العالم الشجاع الجديد الذي نعيش فيه، وأعتقد أن ما حدث فظيع. إن سرقة المعلومات جريمة حقيقية، وأنا لا أقبلها، ونحن ندينها وسوف نرفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عنها، وفي الوقت نفسه نحن في عالم جديد، وهو عالم تعد المعلومات فيه سلعة ثمينة وقيمة، وسلعة لها قيمة وعرضة للسرقة والاستغلال، سواء كانت اتصالات دبلوماسية أو اتصالات بين شركات، أو كانت أبحاثاً ودراسات علمية قيمة. الجميع عرضة لهذا، وأعتقد أن قضية ويكيليكس هذه تبرهن عن مدى ضعف الناس. إذا كانت جهة ما قد استطاعت اختراق الشبكة السرية لوزارة الخارجية، فما حالنا نحن؟ And I think this WikiLeaks just demonstrates how vulnerable people are, because you know people say, oh my God, you know, if the secret network of the Department of State was penetrated, what does that mean for the rest of us? ما هو الجواب؟ What does it mean for the rest of us? It means ماذا يعني ذلك لنا جميعا؟ يعني أننا نعيش في عالم جديد شجاع. وأعتقد أن معالجة المعلومات وحفظها أمر بدأنا نفهم أبعاده للتو، وعلينا أن نتعلم من هذه التجربة بأننا لسنا آمنين بالدرجة التي كنا نظنها، وأن هناك بصراحة أشراراً سيلحقون بنا الأضرار والأذى. وإذا كنتم تصدقون ما تقوله ويكيليكس، وهو أن نواياهم ودوافعهم نبيلة، فإنني أشك في ذلك بصراحة. ولكن لندع ذلك جانباً ونتكلم عن الضرر الذي نتج عما فعلوه. لقد ألحق ضرراً كبيراً بكثيرين ممن أطلعون على أمور سرية، وهم يعيشون في مجتمعات خطرة، حيث يقبعون الآن مكشوفين وعرضة لخطر كبير. لماذا؟ لأنهم كانوا شجعاناً وصادقين وكافحوا القمع والظلم، وكنا نساعدهم في ذلك. ولكن أصحاب ويكيليكس سلطوا الأضواء عليهم الآن وجعلوهم عرضة لنقمة من يحاولون قمعهم. We were helping them do that, and now these WikiLeaks people have basically put a bullseye on their forehead and said to the oppressors, shoot him.
سعادة السفير، نقاط يعني عديدة طرحتها فيما يتعلق بالبحرين تحديدا. إحدى البرقيات ذكرت أن الملك البحريني طلب من الولايات المتحدة ضرب إيران أو التخلص من الملف النووي الإيراني بالقوة العسكرية. That's what's been reported. Yes. هذا ما قيل. نعم، ولن أؤكد ذلك أو أنكره أو أعلق على المواد التي نشرت والتي يزعم أنها مستندات أمريكية، لن أفعل هذا، ولكنني سأقول لك أننا أجرينا نقاشات صريحة وصادقة وودودة مع البحرينيين حول قضايا ذات أهمية مشتركة، وتعد إيران من بينها بطبيعة الحال. وقد قال وزير الخارجية أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الوزير كلينتون إن الملك لا يقول سراً ما لا يقوله علانية، وهو أننا نؤمن بحق إيران في استخدام الطاقة النووية سلمياً، وأن تسلح إيران النووي ليس من مصلحة أي طرف، وأن التعاون لمنع ذلك هو من مصلحة كل الأطراف. And it's in the interest of everyone to cooperate to prevent that eventuality. على الصعيد يعني التعاطي بين الدبلوماسيين الأمريكيين والدبلوماسيين الآخرين أو المواطنين أو المسؤولين في البلاد الأخرى أو الدول الأخرى، هل تغير أي شيء بعد هذا الكشف؟ يعني هل شعرت أن هناك شيء ما قد تغير في التعاطي مع المسؤولين؟ ليس في البحرين، لا. ولو سألتني عن دول أخرى لا أظن أنني أستطيع الإجابة. أستطيع أن أخبرك بما سمعته من زملاء آخرين فقط، وقد كان لذلك تأثير بطبيعة الحال، ولا يسعنا إلا أن نتوقع رد فعل ما، وليست كل ردود الأفعال إيجابية، ولكنني أعتقد بصراحة أننا سنجتاز هذا لعدد من الأسباب. أولاً، لابد أن تستمر الحياة، أليس كذلك؟ فالتجارة ستستمر والتعاون يستمر والتبادل الاقتصادي والثقافي والتعليمي يستمر. لا يمكن للمرء أن يعزل نفسه عن العالم، إنها سوق عالمية من الأفكار والسلع وحركة الناس، لذا لا بد من استمرار هذه النقاشات. ولكن هل الصراحة ستستمر برأيك؟ يعني نعم. الأخبار التي كان البعض المسؤولين أو الناس العاديين أو الناشطين الحقوقيين يعني يفصحون لكم عنها، هل سيستمرون في ذلك أم يوم سيخافون، سيقولون أن يوما ما هذه الكلمات ستنشر في الجرائد؟ This is Adam Early's opinion. هذا رأي آدم إيرلي وليس موقف حكومة الولايات المتحدة، ولكنني أعتقد أننا بمرور الزمن سنعود إلى الوضع الطبيعي. قد نرى بعض الناس يتراجعون ويميلون إلى التكتم وعدم البوح بأفكارهم كما كانوا يفعلون في السابق، ولكنني أعتقد أن هذا النوع من الحساسية سيتناقص أيضاً بمرور الزمن، وسنعود إلى التبادل الصريح والودود والبناء كما كنا في السابق. قد يقول البعض إنهم لن يضعوا ثقتهم في الولايات المتحدة بعد الآن، ولكنني أعتقد أن هؤلاء سيكونون قلائل ومتباعدين، لأن الواقع هو أننا يجب أن نعمل معاً، ولا نستطيع تجنب الحوار ولا الحوار الصريح، لأن هذه العلاقة ضرورية. And you can't avoid talking to each other. And you can't avoid talking to each other frankly, because you've got to have these kinds of relationships. ولكن كدبلوماسي يعني وردت في التقارير تعابير استخدمها دبلوماسيون ووصف لمسؤولين دوليين بأوصاف متعددة. كدبلوماسي هل ستغير يعني اللغة التي ستكتب فيها التقارير لوزارة الخارجية في المستقبل؟ ليس أنا. أم ستحتفظ باللغة نفسها والتعابير نفسها؟ No. Look. I have a professional responsibility to convey. بحكم مهنتي أطلع بمسؤولية أن أنقل إلى صانعي القرار في واشنطن رأيي بالوضع هنا على أرض الواقع في البحرين أو في أي مكان أعمل فيه. يجب أن يعرفوا ما يفكر به الناس وما هي رغباتهم ومخاوفهم وكيف نستطيع مساعدتهم،
وكيف يمكن أن نؤذيهم وأن نتجنب أذيتهم. إنهم بحاجة إلى هذه النصائح، ولن أتردد في تقديمها خوفاً من أن يقرأها شخص ما، لأن النتيجة النهائية قد تكون قراراً يتخذ في واشنطن بناءً على معلومات غير دقيقة مني. لهذا أدين لرؤسائي وأدين للدول التي أحاول خدمتها مساعدتها بأن أكون صريحاً وصادقاً قدر الإمكان، وسأدع للخبراء الفنيين الذين يديرون الشبكة مسؤولية تأمين هذه الاتصالات والمحافظة على سريتها. I'll leave it to the technical experts who manage the network to ensure that those communications are safe and secure. ولكن يعني الأوصاف التي أطلقت برأيك، يعني هل لم يكن فيها مهنية عالية أم كانت لعكس واقع أو حالة أو وصف معين لمسؤولين معينين، وهذا الأمر قد يجعل الدبلوماسيين يترددون في يعني الإبداء بآرائهم وبمواقف معينة تجاه أوضاع معينة في دول معينة؟ I hope not. I mean again, I hope that people... أرجو ألا يحدث هذا. أرجو أن يظل الدبلوماسيون صريحين وصادقين تماماً كما كانوا في السابق. هل ضربت هذه الثقة برأيك بالدبلوماسية الأمريكية مع ما قامت به ويكيليكس؟ لا أعتقد ذلك. لما لا؟ يعني هناك خشية وخوف عند الكثيرين اليوم من تتكلم عن الدبلوماسيين. ما إذا تأثر الدبلوماسيون؟ الدبلوماسية بشكل عام. الدبلوماسية. Time will tell. هذا أمر سيحسمه الزمن. أعتقد أن الوقت ما زال مبكرا على طرح استنتاجات بشأن ممارسة الدبلوماسية بناء على أخبار أسبوع واحد، ولن أستخلص أي استنتاجات عامة. ما زال الوقت مبكراً على ذلك، ولكن اطرح سؤالك بعد عام من الآن. حسناً، هل غير ذلك قدرتنا على الالتقاء بالناس؟ هل تنقص تردد الناس في الالتقاء بنا أم تزايد؟ وعند لقائهم بنا، هل ازداد ترددهم في الكلام معنا بصراحة؟ وإذا تكلموا معنا، هل ازداد ترددنا في نقل ما يقولونه بشكل كامل وصريح؟ هذه هي الأسئلة التي أعتقد أننا بحاجة إلى وقت لتقييمها، وكما قلت في إجابة سابقة على سؤال سابق، أعتقد أنك سترى تأثير هذا يتنقص بمرور الزمن ولن يتزايد. أخيراً، هناك أشخاص يعني أصيبوا بإحراج أو اليوم هم في موقع لا يحسدون عليه كالعديد من المسؤولين في الخليج وفي الدول العربية. ماذا يمكن للولايات المتحدة برأيك أن تفعل لهؤلاء الأشخاص أو المسؤولين الحكوميين؟ أعتقد أننا وضعناهم في موقف حرج بسبب هذه المعلومات المسربة. ولكن كيف يمكن مساعدتهم؟ وضعناهم في موقف صعب، وأعتقد أن أهم شيء يمكنك أن تفعله لشخص تعرض لأذى أو ظلم ما هو مساعدته وعدم تركه عرضة للخطر. كيف؟ أولا، نجعل الوزير أو مساعده أو نائبه يتصل بهذا الشخص ويكلمه ويعبر عن أسفه له ويقول له إن هذا لن يؤثر على التزامنا معه، إننا لن نتخلى عنه، وإذا أراد منا أن نبتعد قليلا سنبتعد قليلا بطبيعة الحال، وإذا أراد منا أن نصبح أكثر تكتما سنصبح أكثر تكتما، ولكن علينا أولا أن نتحمل مسؤولية أخطائنا، ثانيا أن نتخذ إجراءات لمنع وقوع هذه الأخطاء مجددا وهو ما فعلناه، وثالثا أن نتخذ إجراءات لإعادة ترسيخ الثقة بنا كوننا شركاء وحلفاء، وهذا يتحقق من الأمرين الأولين، ولكن علينا أن نظهر التزامنا وإمكانية الاعتماد علينا وقيمتنا كوننا حلفاء بمرور الزمن فعلا وليس قولا فقط، أي أن الإجابة هي
دعونا نثبت لكم قيمة صداقتنا بمرور الزمن، وأعتقد أنكم ستجدون أننا نحافظ على عهودنا ونفي بالتزاماتنا. وآخر ما أقوله، وبالعودة إلى السؤال الأول عن حوار المنامة، لأن هناك علاقة بين هذين الأمرين نوعاً ما، ونحن نشارك كل عام على مستوى عال، ولطالما كان هناك خوف حول العالم وفي الخليج وبين أصدقاء أمريكا المقربين من أن تهجرهم أمريكا بشكل كامل أو تتخلى عنهم أو تحالف أعدائهم على حسابهم. هذا خوف لطالما كان موجوداً، ونحن في أمريكا نكرر لأصدقائنا في الخليج وحول العالم باستمرار تأكيدنا أنهم يستطيعون الاعتماد علينا. سنقف إلى جانبهم طيلة الطريق ولن نتخلى عنهم. نحن شركاء طالما ظلوا راغبين في شراكتنا، ولقد ظلت الولايات المتحدة ذات حضور مستمر في الخليج لستين عاماً. إننا ندافع عن حرية الملاحة وعن سيادة حلفائنا، وأريد أن أطلب منكم فقط تطبيق المنطق نفسه في الحكم على مسألة ويكيليكس وعلاقاتنا في الخليج. هذه علاقة ستصمد بمرور الزمن، هذه علاقة ستتغلب على أي فضيحة أو عقبة ذات تأثير مؤقت، لأن الأساس أن هناك مصالح مشتركة وقيما مشتركة بين حكوماتنا وشعوبنا. ولهذا أكرر التأكيد على أننا سنظل أصدقاء بالرغم من الحرج الذي نتج عن هذا. ويقول الأصدقاء أحياناً أو يفعلون أشياء يتمنون لو أنهم لم يقولوها أو يفعلوها، ولكنهم يتجاوزونها. سعادة السفير أورلي، نشكرك على هذا اللقاء وعلى هذه الصراحة. نشكركم مشاهدينا لمتابعتكم الحوار الخاص مع الحرة، وإلى اللقاء.